ورجعنا مرة تانية مشاهدي، نهارك سعيد ولسه مكملين مع بعض فقراتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة جميلة قوي، من خلالها نبدأ نفكر ازاي نبدأ نستغل مواردنا، موارد بلادنا، في ان احنا نحصد ونزرع زي سابق عهدنا بالظبط، لما كنا بنزرع وبنحصد وما كانش عندنا، ما كناش قوي بنحس ان احنا محتاجين للموارد غيرنا علشان نقدر ان احنا نكمل المستقبل. النهارده هنتكلم عن مشروع قومي غايه في الاهميه، هو زراعه 1000 فدان بالطاقه الشمسيه. ومن خلال او المشروع ده هيكون من خلال الجمعيه الوطنيه، جمعيه الوطن للجميع. خلينا نعرف اكتر تفاصيل عن الجمعيه دي، و ده هيكون من خلال ضيفنا اللي يكون موجود معانا النهارده، الاستاذ جمال بدران، رئيس جمعيه الوطن للجميع. استاذ جمال، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ممكن في الاول بس نعرف اهداف الجمعيه بتتكلم عن ايه بالظبط، ونشات امتى وتاسست امتى؟ الجمعيه خدمه مجتمع مدني، انشات 5/2/2012، بتعمل في جميع المجالات، الاسكان والزراعه والصناعه وكافه الاعمال. اتاسست امتى يا فندم؟ 5/2/2012. 5/2/2012، بقى لها سنه بالظبط، سنة وشهرين يعني. تمام. وحضرتك رئيس الجمعيه دي؟ أيوه. مظبوط. أيوه. المفترض انه لما حضرتك بداتوا عشان تعملوا مشروع الجمعيه، يعني ازاي مهدتوا للموضوع وخدتوا تصريح ازاي، وايه الفكره جت منين عشان تكونوا جمعيه وطن للجميع؟ الفكره زيها زي اي منظمه او زي جمعيه حضرتك، بتتاسس من مجموعه مؤسسين، وابتدينا اسسنا، كونتوا بعض يعني، تعرفوا بعض وكونتوا بعض. بالظبط كده. بالظبط، مجموعه مؤسسين وشخصيات عامه برضو معانا. طيب خلينا ننتقل لموضوعنا اللي هو الاساسي اللي حضرتك جاي عشان النهارده واتكلمنا عنه اكتر، الحقيقه الطاقه الشمسيه او الزراعه بالطاقه الشمسيه. طبعا. في 1000 فدان المفترض ان هم هيتزرعوا بالطاقه الشمسيه. هو قبل ال 1000 فدان حضرتك كان في تجربه كانت لازم تتعمل الاول، ان احنا نحقق مصدر المياه. وده الحمد لله عملنا تجربه في الصحراء الغربيه، اعماق على 120 متر بالطاقه الشمسيه. اوكي. وابتدينا الحمد لله حللنا المياه وصلحها للزراعه وللشرب الحمد لله. طيب وهنبتدي ان شاء الله هنطبق ده في ال1000 فدان باذن الله. هتطبق ده في ال1000 فدان اللي هم هيكونوا فين بالظبط؟ باذن الله هيبقى في طريق مصر اسيوط الغربي باذنك انت. طريق مصر اسيوط الغربي تبع الجيزه حضرتك. تمام. اشرح لنا يعني ازاي بقى هتتزرع بالطاقه الشمسيه، يعني في ناس بقى ما عندهاش فكره خالص عن موضوع الطاقه الشمسيه. هو المفترض كتير قوي بنتكلم عنه، لكن هي الطاقه دلوقتي بتشتغل اعماق وبتسحب من البحور، يعني بتشتغل في الحاجتين، بحيث ان انا مش هستغل. دي صوره. دي صوره حضرتك. صوره التجربة. دي انتوا عاملين بقى هنا ابار دابير بالطاقه الشمسيه حضرتك. بير بالطاقة الشمسية. تمام. بدون سولار، بدون أي حاجة، يعني ده لوحات اللي مدياني طاقة. الخلايا اللي مدياني الطاقة. أنت واخدة بال حضرتك. الحمد لله. وصالحة للشرب الحمد لله. وفي عمالة كتير قوي كمان معاكم. طبعا. وتحت إشراف الطاقة الذرية الدكتور أحمد حجازي. وجمعية مصر الخضراء، يعني في ليها إشراف جامد جدا. والعمالة ده هناك في طريق مصر السويس صح؟ لا ده يا فندم صحراء مصر الغربي، ده في مطروح. ده في مطروح. وطبعا هناك موضوع المية سهل يعني؟ لا ده صعب، ده المية المالحة قريبة، احنا جبنا العمق دي مية شرب، مية سيوة. اوكي صح. احنا جايبين مية حتى الناس بتشرب منها، احنا تحدينا الصعب يعني. طب ودي خدت منكم وقت قد ايه يا استاذ جمال؟ دي خدت في حدود 60 يوم. 60 يوم بس، بعد كده ما تاخدش وقت يعني، ما بحثنا ما لقينا الميه وكده. بس في، هل في ضمانات ان الميه دي مش ممكن ان انتوا تفقدوها او تنقطع او حاجه وسط ما المشروع يكون كامل ويكون في نص المشوار او حاجه؟ لا 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 لا، طول عمر الزراعه شغاله بالابيار. طول عمر الزراعه شغاله بالابيار، لو ما فيش. طيب كلمني عن العماله دي، بتحتاج عماله متخصصه فاهمه اكتر في موضوع التخصصي، ولا هي عماله عاديه زي العماله اللي بتشتغل على الارض؟ لا هيبقى في عماله عاديه بس هتدرب. يعني هتضرب على ايه بقى بالظبط؟ يعني ايه النوعيه اللي بتضرب عليها؟ من نوعيه الكهرباء دي غير الكهرباء العاديه يعني حضرتك. ففي فريق للتدريب عندنا ان شاء الله، وهيبتدي يدرب الشباب وكده، يبتدوا يشتغلوا. ان احنا لازم يبقى في عماله مصريه، هو فكره الموضوع ان احنا بنوفر العماله المصريه وفرص طبعا. العمل طبعا. كجمعيه دورنا ان احنا وبالنسبه للزراعه حضرتك بتعمل بتقنيه حديثه جدا من اساتذه الجامعه واخده بال حضرتك، بحيث ان احنا نعمل زراعه حديثه. اول حاجه ناويين تزرعوها؟ والله احنا بنفكر في القمح والرز الجديد يعني. حلو جدا يعني، ده بنفكر فيه ان شاء الله.
قمح طبعا احنا محتاجين نعمل باذن يعني الله ان شاء باذن الله, الله على ايديكم باذن الله باذن الله باذن الله. اكيد اي مشروع في الدنيا يعني بيتعمل, وخصوصا انت بتقول انت ان انتوا تحديتوا الصعوبات وكان في اكيد طبعا عندنا الصعوبات عندي حاجات كتير وقفت قصادكم وانتوا بتكملوا في المشروع وبتبتدوه. ايه هي ايجابيات الموضوع ده او المشروع ده وايه هي سلبياته؟ هو ايجابياته الحمد لله ان احنا نجحنا في الفكره. طب هي احنا في صدر دلوقتي. لا ايجابياته اكيد ان احنا هنقضي على بعض من البطاله من خلالكم, لانه هيبقى في عماله بتشتغل معاكم وكمان هيبقى في زحمه. احنا عايزين نروح المعاونه من جهات الحكوميه طبعا, السرعه في الاجراءات شويه عشان نقدر نعمل منتج سريع ان شاء الله. بس ده اللي انا بنطالب بيه. ده اللي بتطالبوا بيه؟ سوري معلش ممكن تقول تاني يعني حضرتك؟ بنطالب بسرعه الموافقات على اساس نبتدي التصاريح. التصاريح والموافقات عشان نبتدي نزرع ونعمل منتج سريع ونثبت ان احنا في كفاءه مصريه كويسه. طب وحضراتكم مواضيع التصاريح دي هتاخد منكم وقت؟ دي والله هتتوقف على دور الحكومه معانا ان شاء الله. بس المفروض الحاجات دي تكونوا مأمنينها قبل ما تبتدوا المشروع, يعني تبقوا عارفين. مش المفروض التصاريح دي بتطلع قبل ما تخوضوا في الموضوع وتدوروا تقيلوا التصاريح؟ التصاريح دي واخدينها, لكن في الألف فدان بتكلم في حدود الألف فدان ان شاء الله. في الألف فدان عشان ابتدي فيهم ان شاء الله المشروع. لا تمام. المشروع ده كلفكم قد ايه تقريبا, وهل فيه ممول مصري؟ لا احنا تمويل ذاتي. لا لا لا, لا, لا كلنا مصريين وتمويل ذاتي. تمويل ذاتي يعني حضرتك وباقي المشتركين معاك في المشروع؟ تقريبا انتوا كام شخص؟ حوالي 400-500 شخص. كتير يعني. بالظبط يعني كده. قادرين انتوا تكملوا ان شاء الله في المشوار وتمدوه على طول بالتمويل اللي هو محتاجه باذن الله؟ على قدنا, نعمل نماذج كده ان شاء الله بحيث كله يبتدي معانا يعني. تمام. كله يبتدي. والألف فدان ده هيبقى بس في المنطقه اللي هتبتدوا بيها؟ ده هو ده انا بعملك كنموذج زراعي بالتقنيه الحديثه. حلو جدا. هياخد منكم وقت قد ايه عشان تبداوا بعد ما تاخدوا التصاريح ان شاء الله باذن الله؟ يعني ان شاء الله يعني حصلتوا عليها ان شاء الله, بعدها بقى تبتدوا تزرعوا ياخد منكم قد ايه؟ هيبقى من بعد هيبقى 6-7 شهور في الحدود انت بتبتدي عشان تطلعوا المنتج باذن الله. باذن الله. او الانتاج بتاعكم باذن الله. بعد كده بقى هتسوقوه فين؟ والله هنسوقه طبعا في السوق, وهيبقى ليه اسعار معينه يعني, مش هيبقى زي السعر العادي, ان التكلفه هنا بتقل معايا. مواصفات الزراعة نفسها بقى, يعني مواصفات المنتج نفسه عشان يطلع بال نقول ايه, بالتفاصيل او المواصفات الخاصة بتاعته. تمام. خلاص ده هتبقوا بتضمنوه منين يعني؟ مين معاكوا بيبقى فاهم جدا في القصص لا دي؟ لا معانا دكاترة من البحوث الزراعية, ومعانا ناس للتقاوي اللي في تخصصات حضرتك في الجمعية. في تخصصات معاكوا؟ بالظبط. تمام. يعني انتوا في ناس متخصصة جدا. ده يبقى زراعة بالتقنية الحديثة ان شاء الله حضرتك. في اكيد مشاريع تانية ان شاء الله هتخش فيها باذن الله. احنا هو فكرة الجمعية مش معتمدة على تمويلات, هي معتمدة على المشروعات كإسكان, مشروعات زراعية, مشروعات صناعية. ازاي يعني؟ يعني احنا معتمدين على المشروعات, يعني احنا بنحقق مشروعات. انتوا بتعملوا مشروعات ولما بيطلع لكم الانتاج بتاعها بتبداوا في مشاريع اخرى؟ بالظبط كده, بحيث نساعد شباب, نساعد مساعدات اجتماعية او كده يعني. كويس. ده فكر الجمعية. وحضرتك عندك شغل اخر غير الجمعية دي؟ انا مدير عام شركة الاسكندرية للاعمال الهندسية. تمام. يعني اوريدي بيخش لك دخل تاني خالص يعني؟ دي حاجة ده جمعية تطوعية ووطن للجميع يعني. تمام. وان شاء الله قريب جدا بعد موضوع هل في نفس المشروع تزامن بمشروع اخر؟ ان شاء الله احنا بنعمل مشروع اسكان اهو, بحيث ان احنا ننمي الموارد الجمعية باذن الله للشباب. تمام. باذن الله. يعني احنا ان شاء الله بنحثكم ان انتوا دايما تعملوا مشاريع للبيئه. احنا دايما لا ومشاريع البيئه احنا شغالين فيها. احنا عملنا مشروع حضرتك في الوراق هنا من السنه اللي فاتت, وهنبتدي ان شاء الله في القاهره اليومين الجايين دول باذن الله يعني. ان شاء الله. وهنطور يعني بالنسبه للخامات اللي احنا اشتغلنا بيها دي في اول بير, احنا هنبتدي نصنعها هنا ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ كل الدوائر باذن الله ان شاء الله. وبالتوفيق جود لك ان شاء الله في المشروع بتاعكم ده, وبنتمنى ان شاء الله نشوفك مره تانية باذن الله تكونوا خدتوا التصاريح وبداتوا فعليا تحصلوا على الانتاج بتاعكم باذن الله. شكرا لحضرتك. ميرسي جدا استاذ جمال. مشاهدينا كان معانا المهندس جمال بدران رئيس جمعيه الوطن للجميع, واتكلمنا عن الزراعه بالطاقه الشمسيه, وان شاء الله كل التوفيق ليهم في مشروعهم. نشوفكم بعد البريك وفقره جديده في نهارك سعيد.